وصفة للنجاح للطلبة واللي أنا استندت لها في حياتي. أولا السعادة، ما بتقدر تنجح إذا أنت مش سعيد. أنا ما شفت إنسان حقق إنجاز هو حزين ومحبط. في تعريف خاص للسعادة؟ السعادة قرار، تعريفها أنه أنت تقرر تكون سعيد. فتعريف السعادة أني أنا أقول أنا إنسان أود أن أكون سعيد، أي راضي بوضعي وبرضا مطلق، مش انه والله لا حول ولا انا هيك انا فقير. لا، الفقر نعمة. مين قال انه الفقر صعب؟ انا عشت على سندويشة زعتر اقطفه من الجبل، بري زعتر بري بقلب الخبزة ورش على الملح واخذها سندويشة غدا. الحمد لله صحتي احسن من اللي بياكل كل يوم ماكدونالد هالقد ارتفاعها وسمكها. فبالتالي القرار أنت تقرر أنك سعيد بكل ما هو وضعك أولا. ثانيا المحبة، المحب يأخذ طاقة، اللي يكره هو اللي يدفع الثمن. الإنسان اللي يكره بيبقى عم بيحرق نفسه، اللي بيكره واحد تاني. وأنا أحب كل الدنيا باستثناء عدو واحد هو العدو الصهيوني، غير عن هيك ما عندي عدو في الدنيا. من يكرهني أحبه لأنه بعتبره عم بيأدي لي خدمة مجانية، لأنه قاعد يراقبني ليقول لي أنت إذا غلطت أنا بدي أنقض عليك. فبمنعني من الخطأ، يجبرني على النجاح. هذه فإذا المحبة والسعادة. بعدها العمل، كلما عملت كلما ازدادت طاقتك على العمل، بغض النظر عن كل ما يحكوه الناس من كذب، وهو بسميه كفر حتى، اللي بيقول لك ريح عينيك من القراءة. كلما استعملت عينيك كلما كانت أفضل. ريح عقلك كلما استعملته، إذا ما لم تستعمل عقلك تموت الخلايا. في عنا فكرة خاطئة، وكل لك ريح فكرك استريح. هذه وصفة جريمة. فأنا تعلمت ربما لأنني كنت مضطر أن أعمل على الأقل 18 ساعة في اليوم على الأقل. هذا أعطاني حظ كبير بأنه كل خلايا جسمي نضجت واستمرت في النمو بدل أن تموت. عندما تعطل يدك بتموت. طلب مني أني أعطي وصفة للنجاح.